بعد ما اطمنا على درجات الحرارة المتوقعة، خلينا دلوقتي نقول لكم كمان أسعار العملات والذهب النهاردة أخبارهم إيه. بالنسبة مثلا لسعر الدولار الأمريكي، سعر الشراء 15 جنيه و58 قرش، أما سعر البيع 15 جنيه و68 قرش. نروح بعد كده لليورو، سعر الشراء النهاردة وصل ل 18 جنيه و84 قرش، أما سعر البيع 19 جنيه و12 قرش. الجنيه الاسترليني النهاردة سعر الشراء وصل ل 21 جنيه و98 قرش، أما سعر البيع 22 جنيه و24 قرش. نروح للريال السعودي اللي سجل النهاردة 4 جنيه و14 قرش لسعر الشراء، أما البيع 4 جنيه و18 قرش. الدينار الكويتي النهاردة بيسجل 49 جنيه وقرشين، أما سعر البيع 52 جنيه و14 قرش. نروح لأسعار الذهب ونشوف جرام الذهب النهاردة وصل لكام. عيار 24 مثلا وصل ل 923 جنيه، واستقر عيار 21 عند 807 جنيه، أما عيار 18 سجل النهاردة 693 جنيه. واللي بيسأل عن الجنيه الذهب النهاردة وصل سعره ل 6454 جنيه، وهي دي يمكن الأسعار النهاردة بالنسبة للذهب والعملات يا جد.